احنا ممكن نتكلم شوية على يمكن تاريخ او رحلة الكنيسة في مجملها، بس عايز ابدأ يمكن الاول برحلة البابا تواضروس. يعني هو شخص عادي، نشأت على ارض مصر، اتولدت في المنصورة ودخلت المدرسة في سوهاج، واسرتي اتنقلت دمنهور، فكملت المدرسة لغاية ثانوية عامة، دخلت الجامعة في اسكندرية، جامعة الاسكندرية كلية الصيدلة، وتخرجت منها واشتغلت في محافظة البحيرة بتكليف وزارة الصحة، ثم عملت دراسات عليا في اسكندرية، وبعد كده جات لي فرصة ان انا ادرس زمالة هيئة الصحة العالمية في انجلترا، وقبلها درست في كلية اللاهوت في الاسكندرية، وخدمت يعني صيدلي عادي كده. وبعد فترة بعد ظروف أسرية معينة دخلت الدير سنة 86 1986، ودخلت الدير اترهبنت فيه، بعدها اترسمت راهب فكاهن، بعد 7 سنين من الرهبنة اترسمت أسقف في البحيرة، أسقف مساعد لمطران البحيرة الأنبا باخوميوس، وبعد كده قعدت أخدم وياه 15 سنة، وكانت خدمتي في مناطق صحراوية غرب اسكندرية، ثم ربنا شاء ان انا اكون موجود في المسؤولية. طيب الحمد لله. هل اقدر انه اعرف ليه قداسة البابا خد قرار انه يترك كل الدنيا ويصبح راهب؟ صدقني هي مش قرار بيجي فجأة، لكن هي دعوة الواحد بيشعر بيها في قلبه، ويمكن أنا ابتدت وياه وأنا في تانية ثانوي، نفسي أروح الدير كده. الحقيقة كان عندي غرضين بحبهم قوي وربنا حققهم لي، أروح الدير بس الأول أروح كلية الصيدلة.